المنورة، قادر 2020، حماية وطن. في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة قادر 2020، نفذت عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عددا من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة. بدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الاستعداد القتالي والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة. تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثاني الميداني عدد من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء. كذا تكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات مع اتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى الملاحي لقناة السويس وساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية. وقامت عناصر الجيش الثالث الميداني بمداهمة البؤر الإرهابية بمناطق وسط سيناء. واستمرت العناصر في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي وتأمين سواحل خليج السويس وخليج العقبة بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية وتأمين الأهداف الحيوية والمقاصد السياحية بوسط وجنوب سيناء. وفي إطار خطة الفتح الاستراتيجي لوحدات المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة، قامت عناصر من المنطقة المركزية العسكرية برفع درجات الاستعداد القتالي، تضمنت اصطفاف القوات المشاركة وتنفيذ إجراءات التحميل والفتح الاستراتيجي لمعاونة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. كما نفذت إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية مشروعا تكتيكيا بجنود مع الرماية بالذخيرة الحية، أظهر ذلك مدى ما تتمتع به وحدات المنطقة المركزية العسكرية من كفاءة تدريبية عالية. كما قامت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية برفع درجات الاستعداد وتنفيذ مشروع تكتيكي مع الرماية بالذخيرة الحية مع تأمين الحدود الجنوبية مع دولة السودان ودولة ليبيا وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية. ونفذت عناصر من الدفاع الجوي العديد من الرمايات لمعاونة أعمال القوة على كافة الاتجاهات. المناورة قادر 2020 في ظل ما وصلت إليه تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة فائقة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها. المناورة قادر 2020، حماية وطن.